الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. أهلا وسهلا بكم مع حديث جديد وراوي حديث من الصحابة الكرام. نشأ يتيم الأب بقبيلة دوس بأرض اليمن، وكان يعمل برعي الغنم. كانت لديه هرة صغيرة يلعب بها، وبها كني أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، اسمه عبد شمس ابن صخر. وحينما هاجر للمدينة عام 7 هجريا سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن ابن صخر، ولكن كنيته غلبت على اسمه، وكان النبي محمد صلى الله عليه وسلم يحب أن يطلق عليه أبا هر من باب التحبب إليه. لازم النبي محمد صلى الله عليه وسلم 3 سنوات ملازمة التلميذ لمعلمه ومربيه. ومن بره الشديد لأمه أحببت أن أنقل لكم هذه القصة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنت أدعو أمي إلى الإسلام وهي مشركة، فدعوتها يوما فأسمعتني في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أقرأ، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي. قلت: يا رسول الله، إني كنت أدعو أمي إلى الإسلام فتأبى علي، فدعوتها اليوم فأسمعتني فيك ما أكره، فدعو الله أن يهدي أم أبي هريرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدي أم أبي هريرة. فخرجت مستبشرا بدعوة نبي الله صلى الله عليه وسلم، فلما جئت فصرت إلى الباب فإذا هو مجاف أي مردود، فسمعت أمي خشف قدمي أي صوت قدمي، فقالت: مكانك يا أبا هريرة. وسمعت خضخضة الماء، قال: فاغتسلت ولبست درعها وعجلت عن خمارها، والمعنى أنها بادرت إلى فتح الباب بعد لبسها الثياب قبل أن تلبس خمارها، ففتحت الباب ثم قالت: يا أبا هريرة، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال: فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته وأنا أبكي من الفرح. قال: قلت: يا رسول الله، أبشر، قد استجاب الله دعوتك وهدى أم أبي هريرة. فحمد الله وأثنى عليه وقال: خيرا. قال: قلت: يا رسول الله، ادعو الله أن يحببني أنا وأمي إلى عباده المؤمنين ويحببهم إلينا. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب عبيدك هذا، يعني أبا هريرة وأمه، إلى عبادك المؤمنين، وحبب إليهم المؤمنين، فما خلق مؤمن يسمع بي ولا يراني إلا أحبني، وأنا أشهد أني أحبك يا أبا هريرة رضي الله عنك وأرضاك. وجعل الفردوس الأعلى دار لقاك مع حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم آمين. والآن ننتقل إلى حديث اليوم، وهو بعنوان: الرياء يحبط أعمالك. وعلشان نفهم معنى الرياء ركز معايا من فضلك. الأصل في خلق الإنس والجن هو عبادة الله مع الإخلاص، وده شرط. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فالأصل في العبادة هو الإخلاص لله سبحانه وتعالى. أتمنى تكون وضحت. طيب، عكس الإخلاص هو الشرك. الشرك أنواع، يهمنا هنا الشرك الخفي اللي هو الرياء. ليه سموه خفي؟ لأنه لا يظهر للناس، محله القلب، وهو أيضا شرك أصغر لأنه لا يخرج من الإسلام على عكس الشرك الأكبر. الرياء هو طلب رضا الناس وإثارة إعجابهم بعمل. الرياء يعني باطن غير الظاهر. هديك مثال:
واحد صلاته في البيت دايما بمنتهى السرعة وقلة الطمأنينة، يجي يصلي في الجامع تلاقيه ما شاء الله الشيخ السديس في صلاة التهجد. واحد موظف همه الفطار والجورنال الدردشة والنوم، أول ما يجي المدير تلاقيه ما شاء الله شهرة نشاط سوبرمان المصلحة. هو ده الرياء. كانت حياة الصحابة والصالحين يملأها الإخلاص. كان أبو أمامة الباهلي الصحابي الجليل رضي الله عنه يصلي يوما في المسجد، وكان المسجد ممتلئا، فقام رجل يصلي ركعتين فسجد واشتد بكاءه، فلما انتهى من صلاته وجلس يمسح دموعه قال له أبو أمامة رضي الله عنه: ما أحسن بكاءك لو كان هذا في بيتك. وهذا جيش المسلمين يحاصر حصنا للروم بقيادة مسلمة ابن عبد الملك، واشتد الحصار على المسلمين، وأصبح جيش المسلمين في مرمى سهام الروم، حتى أن الوضع صار مرهقا، فتسلل جندي لنقطة ضعيفة عند الحصن وحفر نقب تحت جدار الحصن وتسلل لداخل الحصن وقاتل الروم وفتح باب الحصن للمسلمين. انتصر المسلمون ودخلوا الحصن. وبعد المعركة جمع القائد مسلمة ابن عبد الملك الجيش ونادى بأعلى صوته: من أحدث النقب في باب القلعة فليخرج لنكافئه. فلم يخرج أحد، فعاد وقال مرة أخرى: من أحدث النقب في الباب فليخرج. فلم يخرج أحد، ثم وقف من الغد وأعاد ما قاله بالأمس: فلم يخرج أحد. وفي اليوم الثالث وقف وقال: أقسمت على من أحدث النقب أن يأتيني أي وقت يشاء من ليل أو نهار. وعند حلول الليل والقائد يجلس في خيمته دخل عليه رجلا ملثم، فقال مسلمة: هل أنت صاحب النقب؟ فقال الرجل: إن صاحب النقب يريد أن يبر قسم أميره، ولكن لديه 3 شروط حتى يلبي الطلب. فقال مسلمة: وما هي؟ قال الرجل: أن لا تسأل عن اسمه، ولا أن يكشف عن وجهه، ولا أن تأمر له بعطاء. فقال مسلمة: له ما طلب. عندها قال الرجل: أنا صاحب النقب. ثم عاد من أدراجه مسرعا واختفى بين خيام الجيش. فوقف مسلمة والدموع تملأ عينيه فقال: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. إن لم يكن فعلك لله خالصا فكل بناء قد بنيت خراب. فكان مسلمة بعد ذلك يقول في سجوده: اللهم احشرني مع صاحب النقب، اللهم احشرني مع صاحب النقب. اجعلوا بينكم وبين الله خبيئة عمل صالح تنفعكم يوم لا ينفع مال ولا بنون. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهد. قال: كذبت، ولكنك قاتلت لأن يقال جريء فقد خيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ، فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال: كذبت،
ولكنك فعلت ليقال هو جواد، فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار. نقوا أعمالكم من الرياء. اللهم إني أعوذ بك من شرك أعلمه وأستغفرك من شرك لا أعلمه. اللهم إني أعوذ بك من شرك أعلمه وأستغفرك من شرك لا أعلمه. اللهم إني أعوذ بك من شرك أعلمه وأستغفرك من شرك لا أعلمه. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، وياريت نشارك كلنا في القناة على اليوتيوب، نعمل سبسكرايب ولايك وشير، وإن أمكن نزور صفحتنا كل يوم حديث على الفيسبوك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.